ينضم إلينا من الكويت أيضا الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والباحث السياسي، عظم الله أجركم وألهم الكويت والأمة العربية المزيد من الصبر. ويعني أمير الكويت الراحل كان أميرا بحجم الوطن العربي وليس أميرا للكويت فقط دكتور فهد. نعم، لا شك أنه هذه البصمة التي تركها المقصود له الشيخ نواف الأحمد الصباح من دولة الكويت، لا شك أنه يعني بصمة يعني كبيرة في الوطن العربي كما تفضلت، ويعني شعبه ويعني أصدقاء الكويت في العالمين العربي والإسلامي والعالمي لا شك أنه كان فقيد لهذه الأمم. لا شك أن سمو الأمير الراحل يعني بصمات واضحة في تاريخ السياسة الكويتية والخارجية، لا شك أنه لعب دورا مهما بحكم الخبرة التي اكتسبها من شقيقه المقصور للشيخ صباح أحمد الصباح ومن قبل أشقاء أمراء الكويت السابقون. أكيد أنه يعني الوضع في الكويت بعد هذا الخبر في وفاة سمو الأمير حزين، والكويت شعبا وحكومة تنعى أميرها الذي رحل إلى جوار ربه، ولا شك أن نحن نستذكر يعني منه الشيخ نواف الكثير من الأعمال الإنسانية التي لا تزال مستمرة رغم وفاته، وهو الجسر الجوي الذي ربط ما بين مطار الكويت العسكري ومطار العريش في جمهورية مصر العربية، ومد يد العون مع الأشقاء العرب، ولعب دورا مهما في تمويل الأخوة الفلسطينيين بشكل يومي وبطائرات عسكرية تحمل المؤن والمساعدات الإنسانية. نعم. لذلك نعم هو أمير خير رحمه الله، وجزاكم أيضا الله ألف خير على هذه التعزية. الشيخ نواف الأمير الراحل بدأ دكتور فهد العمل السياسي في فترة مبكرة في الستينيات، فكيف استطاع أن ينسج علاقات سياسية مهمة في هذه الفترة والفترات اللاحقة أيضا مع الدول العربية وأيضا الدول الأخرى في العالم العربي، سواء كان في ناحية المحلية أو الدولية؟ الشيخ نواف رحمه الله ليس لديه أي عداوات يعني مع كافة الدول، محب للسلام ومتصالح مع الغير، وأيضا له كما ذكرت بصمات إنسانية، الرجل المؤمن الذي يصلي بين المصلين في المساجد دون حراسة ودون يعني أمن ومخابرات، أحب الشعب فأحبه شعبه في الكويت. الشيخ نواف يعني رجل مؤمن كان له دور وأيادي بيضاء في كافة الأعمال الإنسانية سواء داخليا أو خارجيا، لذلك فعلا فهو فقيد الأمة العربية والإسلامية، والكويت مستمر على هذا النهج، وشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي سوف يتولى يعني إمارة الكويت لاحقا، بعتقد أنه راح يكون في نفس السياسة التي انتهجها المقصور للشيخ نواف. لذلك في هذا الإطار الفقيد الراحل أنشأ عددا كبيرا من الإدارات التي تساعد يعني الحالات الإنسانية، أرامل، مطلقات، من يحتاج إلى هذه المساعدات، فماذا عن مسار هذه النقطة دكتور فهد؟ هو لا شك أنه في ظل وفاته وفي وداعة من الكويت ووداعة من الأمة العربية والإسلامية، لا تزال أعمال الخير مستمرة والنهج مستمر والجسر الجوي مستمر إلى غزة. لذلك أنا أعتقد أنه الأمير الراحل إن رحل بنفسه لم ترحل روحه في أوساط الشعب الكويتي وفي أوساط الأمة العربية والإسلامية، لذلك بقت البصمة وبقت الأفعال مستمرة ولم ينقطع عمله الإنساني أبدا. نعم، التكوين خرج أيضا يعني في ظل وجود الشيخ نواف الأحمد الراحل من الإطار المحلي الكويتي إلى إطار أوسع وأشمل كما تعلم دكتور فهد، من خلال إرسال بعثات طبعا وخاصة البعثات الدراسية إلى أكثر من دولة، فماذا عن هذه البعثات في ظل يعني وجود الشيخ نواف الأحمد، وأيضا كيف أنها أصبح لها أفق كبير بالنسبة للدارسين في الكويت؟ نعم، هي جبلة السياسة الكويتية الأمانة بتشجيع
أهل العلم وخريجين الثانويات العامة، هنالك العدد كبير من أبنائنا وبناتنا الدارسون في الخارج على نفقة الدولة، وكان له أيضا أعمال خارجية لمن يكون مستطيعا، لذلك يعني أيادي بيضاء رحمه الله. وهكذا هو نهج يعني حكام الكويت، يعني السياسة الخارجية سياسة متوازنة على المستوى الإنساني، تمويل ودعم المؤسسات الدولية في المنظمات والأمم المتحدة، والكويت لم تتأخر في دفع مستحقاتها الأممية والدولية، لذلك يعني هذا الأثر لا يزال مستمرا وسوف يستمر أيضا في ظل الأمير القادم الشيخ مسعل أحمد الجابر الصباح. وكيف أثر أرسال هذه البعثات إلى الخارج طبعا في عهد الأمير الراحل في تخريج الكوادر التعليمية المختلفة في أكثر من مجال؟ هو لا شك أنه الراحل كان يؤكد اهتمامه بالمتعلمين واهتمامه بذوي الهمم، وخصوصا من أصحاب الشباب الكويتي الواعد من الذين يهتمون بالصناعات المتوسطة والصغيرة وكافة المشاريع التي تساهم في تنمية الأفراد والمجتمع، لذلك هو أيضا داعم رئيسي للشباب، وكان للديوان الأميري يعني دور كبير أمانة. هناك ما نعلمه وهناك ما لا نعلمه، بسبب أنه هناك احتياج من بعض الفئات التي لا تستطيع أن تتعلم في الخارج، ومع ذلك كان سموه لا يرد أحدا في دعم المتعلمين من كافة أقطار العالم الثالث وغيرهم من الشعوب الفقيرة، لذلك الكويت مساهماتها مستمرة، وهكذا سياسة حكام الكويت من في الماضي والحاضر وأيضا في المستقبل. لأن المشروعات الصغيرة كما قلت دكتور فهد أو المدعومة من الدولة كان لها بروز واضح في فترة حكمه، وأيضا من خلال طبعا تقديمات لتسهيلات مهمة لإقامة هذه المشروعات الخاصة في البلاد دون انتظار للعمل الحكومي، يعني كيف انعكس هذا في قلة البطالة ما بين الشباب في الكويت؟ ولا شك هذا ساعد طبعا على تطوير يعني ملكات أصحاب الهمم من الشباب الكويتي الواعد، لذلك نجد أنه أثر هذه الصناعات المتوسطة والصغيرة انعكس تجاريا واقتصاديا على الداخل الكويتي، هناك منتجات كويتية بسبب تشجيع الأمير الراحل في الحكومة، ولذلك نرى كثير من الشباب أصحاب المشاريع الذين اختاروا القطاع الخاص على القطاع البيروقراطي أو القطاع الحكومي، وكانت لهم يعني جولاتهم في مشاريع التنمية والتطوير، وانعكست بذلك على الاقتصاد الكويتي في تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد فقط على دخل واحد وهو النفط وتصدير البترول للخارج. وكيف انعكس هذا في اعطاء الثقة للشباب في الكويت، وخاصة فيما يتعلق بأنه أعطاهم فرصة كبيرة في الالتحاق بكوادر الجيش والشرطة أيضا منذ أن تولى القيادة؟ ولا شك انه يعني على المستوى الوطني المحلي انعكست بشكل ملموس يعني، وايضا يعني عزز مصادر القوات المسلحه سواء على مستوى الشرطه على مستوى الجيش، وايضا له خبرات يعني كما كان سابقا رحمه الله وزير للداخليه وقبل ذلك وزير للدفاع ووزير للشؤون الاجتماعيه والعمل، فاكتسب الحقيقة المهارات الإنسانية والمشاريع دعم المشاريع في مختلف أنواعها وأشكالها الاقتصادية والتجارية، لذلك أمانة يعني البصمة التي تركها سمو الأمير متجلية أمام الشعب الكويتي وأيضا أمام الخارج أمام الأمتين العربية والإسلامية. لذلك كان هناك نقطة مهمة طبعا ركز عليها سمو الأمير الراحل، وهو أهمية إفادة البعثات للدول الصناعية العسكرية للتدريب طبعا كما تعلم دكتور فهد على الطائرات العسكرية على يعني كافة أنواع الأسلحة المدرعات المدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي، وتأثير هذا على جاهزية الجيش الكويتي واستعداده لمواجهة أي مخاطر. ولا شك انه تنويع مصادر الصناعات العسكريه
لا شك ان هناك تنوع. الكويت تمتلك علاقات يعني عسكريه، ولدينا ايضا يعني سفارات لها ملاحق عسكريه في السفارات الكويتيه بالخارج، سواء مع الصين، مع روسيا، مع الولايات المتحده الامريكيه وغيرها. هناك سياسه متوازنه في الكويت اكتسبتها هذه المهارات في تعزيز يعني القدرات العسكريه والتقنيه في الجيش كمؤسسة عسكرية، وكذلك وزارة الداخلية كمؤسسة أمنية. يعني كيف انعكس هذا يعني في أنه فتح المجال واسعا لكي ينخرط أبناء الكويتي في فترة حكمه في السلك العسكري، خاصة مع عطائهم الكثير من الامتيازات التي تشجعهم على الالتحاق بالجيش والشرطة؟ هو لا شك أنه هناك خريجين ثانوية عامة كل عام، وهناك تشجيع لأخذ دفعات مختلفة سواء للجيش، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، الأطراء العام، وكلاهما وكلا هذه القوة طبعا تعزز الأمن الداخلي والخارجي. لذلك يعني الكويت رسمت سياستها بتوازنات وتركيز على المستويين الصناعي والعسكري، لنظرا يعني الحاجة الماسة للكويت في الدفاع عن سيادتها وأراضيها. يعني اللمسة الإدارية كيف بدأت يعني وأنت تراها طبعا أو لمستها في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؟ يعني مثلا عندما تولى في العام 1962 منصب محافظ حولي، حول المحافظة التي كانت عبارة، أنت تعلم دكتور فهد، من قرية صغيرة إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية أيضا، يعني بالمفهوم التجاري والاقتصادي. فكيف تبدو هذه اللمسة الإدارية والاتجاه نحو الاقتصاد في الكويت؟ يعني كان هناك سياسة ثابتة وحديثة، هي رؤية الكويت عام 2035، والكويت بدأت بها منذ عهد المقصور للشيخ صباح الأحمد رحمه الله، واستمرت في عهد الشيخ نواف رحمه الله. لذلك هي يعني تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل، دعم الشعب الكويتي في الأنشطة التجارية والاقتصادية. لذلك هذه الخطة يعني نابعة من إيمان الدولة بضرورة أن يكون هناك تنمية وتطور، وعبر أيضا الصناديق الكويتية الاستراتيجية وهو الصندوق الكويتي للتنمية العربية والصندوق الكويتي أيضا والاقتصادي للتنمية في العالم العربي. لذلك الكويت كانت من الداعمين حقيقة ليس فقط المشاريع الداخليه وانما حتى المشاريع العربيه. يعني كيف اثر هذا يعني او هذه النظره الشموليه في التجاره والاقتصاد على التوسع في الاستثمارات في الدول العربيه او حتى الدول الاوروبيه؟ هو لا شك يعني ينعكس على مؤشر الاقتصاد، يعني مؤشر الاقتصادي والتجاري كان في حاله ارتفاع، يعني انعكس على السوق الكويتية، انعكس على سوق الأسهم، انعكس على السوق الخليجية، انعكس على السوق العربية. لا شك أنه هذه أشياء ملموسة لمسها الشعب الكويتي وكذلك الشعوب في الخليج والعالم العربي. أثر على مجال الاستثمارات حتى التي تستثمر في الكويت من قبل الدول العربية والدول الأوروبية. نعم، لا شك أنه أيضا سمح للمستثمر الأجنبي بالدخول، يعني حتى الدخول على الكويت يعني مغريات وبتخفيض الضرائب ودعم شركات أجنبية بدون أن يفرض ضرائب باهظة. بالعكس كانت الضرائب رمزية لدعم الشركات العملاقة في العالم لكي تنشط الاقتصاد الكويت. يعني دائما ما كنا نرى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دائما نراه في مجلس الأمة الكويتي. طبعا مجلس الأمة الكويتي معروف أنه من المجالس المهمة أو التي لديها حراك سياسي واضح في الدول العربية، وكان مجلس الأمة الكويتي دكتور فهدي في عهد الأمير الراحل دور مهم طبعا من خلال أداء الدور الرقابي والتشريعي. نعم لا شك، الديمقراطية الكويت بلد ينعم بالديمقراطية بالانتخابات المباشرة، وتم تعزيزها من قبل أمراء الكويت، وهناك إيمان مطلق من الشعب الكويتي وأيضا نظام الحكم في الكويت بأن الديمقراطية هي السبيل
إلى يعني نشر التنمية والتطور في البلاد، وهذا يعني يسجل للمغفور له الشيخ أيضا نواف الأحمد. أشكرك لنا هذه التفاصيل من الكويت الدكتور فهد المكراد الأكتيم والباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا.